بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسعد الله مساكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان البصير. نرحب بكم عبر الهواء مباشرة وعبر الأثير، أهلا ومرحبا بالجميع في هذه الانطلاقات المستمرة وفي هذه المحليات، وهذا هو محلينا الثالث وهذه مرحلته الأولى، وهذا اليوم مخصص مشاهدينا ومستمعينا الكرام. وهذا اليوم هو مخصص لسن الجذاع من مسافة 5 كيلومترات. نبدأ مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل مع هذه الكوكبة ومع هذه الشعارات التي شاركتنا وأتتنا إلى أرضية هذا الميدان لمعركة الناموس ولأجل أن ينتزعون نقطة في هذا المحلي. نبدأ مشاهدينا الكرام ونتعرف على هذه المراكز الخمسة الأولى. يبدو لي من واقع الشعار صاحبة المركز الأول، هذا هو شعار بن طرجم، من يأتينا مع عسيلة أحمد بن زايد بن محمد بن طرجم السلي، من يتواجد مع المركز الأول ويتقلد زمام الأمور. هذا هو أبو عبد الله من يتواجد، أحمد بن زايد بن محمد بن طرجم السلي، ولكن حصل دخول وتسلل من الجانب الأيمن ريماس سالم بن ناصر بن سالم آل حفيظ، من يتواجد على مقدمة هذا الشوط المركز الثاني. تتراجع عسيلة لأحمد بن زايد بن محمد السلي، من يتواجد مع المركز الثاني والمركز الثالث. يصل ويتقدم هنا شعار محمد بن راشد بن سالم بن محمد المري مع خيال، من تأتي وتحتل المركز الثالث المركز الرابع. وصلت هنا وتقدمت ملامح علي بن شفيع بن علي الفهيدة المري. أما المركز الخامس فالوصول من الجذابة محمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي، من يأتي مع الجذابة على مستوى المركز الخامس. هذا هو ندانا للمراكز الخمسة الأولى. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى مقدمة هذا الشوط. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى المركز الأول. 3 كيلومترات هي المتبقية مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل. ريماس لا زالت هي من تحتل المركز الأول، تعود ملكيتها لسالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ مع مقدمة هذا الشوط، بينما تليها على المركز الثاني مرموقة. وصلت مرموقة، أول نداء لمرموقة محمد بن عبد الهادي بن علي الغيثاني، يتقدم مع مرموقة. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، يصل شعار بن بخيت، من يتقدم في هذه اللحظات؟ يتقدم هنا عبد الله بن جار الله بن علي بن بخيت، من يتقدم مع حربة على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع تتراجع عسيلة أحمد بن زايد بن محمد بن طرجم السلي، وعلى المركز الخامس خيال محمد بن راشد بن سالم المري. هذا هو ندانا للمراكز الخمسة الأولى، أتممناه للمرة الثانية على التوالي. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى القيادة والمقدمة. لا زالت الأمور مع ريماس، ريماس هي من تحتل المركز الأول. سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ، من يتقدم مع هذه الأسماء؟ يتقدم هذه الأسماء تقدم ممتاز وتقدم ملحوظ، ولكن 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 شوفوا شعار أبو بن جار الله، يتقدم هنا شعار عبد الله بن جار الله
النابت المري من يتقدم، يتقدم في هذه اللحظات ويتسلل على مستوى المركز الثاني، أما المركز الثالث فالوصول والتقدم من مرموقة محمد بن عبد الهادي الغيثاني من يأتينا ويحتل المركز الثالث. رابعا تصل خيال محمد بن راشد بن سالم المري، وعلى المركز الخامس تصل الجذابة محمد بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي. هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود مع المركز الأول، نعود مع حربة عبد الله بن جار الله آل بخيت مع المركز الأول. من يتقدم؟ هذه الأسماء تقدم ممتاز ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه حربة عبد الله بن جار الله آل بخيت مع المركز الأول، ولكن على المركز الثاني شوف اللي وصلت، شوف اللي تقدمت مرموقة محمد بن عبد الهادي الغيثاني يتقدم في هذه اللحظات ويحتل المركز الثاني والمركز الثالث. يصل البريدي مع الجذابة محمد بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي، وعلى المركز الرابع هنا تتقدم ريماس سالم بن ناصر بن سالم آل حفيظ على المركز الرابع والمركز الخامس. تصل وتتقدم فيه غدير محمد بن طالب بن هادي بن أهليل مع غدير على مستوى المركز الخامس. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى. نشارف على الكيلومتر الأخير، نشارف على الكيلومتر الأخير، ولا زالت الأمور، لا زالت حربة، حربة هي من تحارب لأجل الناموس، هي صاحبة الكلمة حتى هذه اللحظات. هذه حربة تفتتح الكيلومتر الأخير. عبد الله بن جر الله بن علي آل بخيت مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. يا سلام يا بن بخيت، يا سلام يا بن بخيت مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. عبد الله بن جار الله من يتزعم هذا الشوط في هذه اللحظات يتحتل المركز الأول. هذه هي حربة لعبد الله بن جار الله البخيت، ولكن شوف اللي وصلت، شوف اللي تقدمت، وصلت هنا التزام ناصر بن مسلم بن سالم النابت. من يتقدم مع التزام وصلت التزام، لكن نعود معاك يا ابو جار الله، نعود مع ابن بخيت مع المركز الاول، ولكن يا سلام بن مسلم يصل ويتسلل مع التزام ناصر بن مسلم بن سالم النابت. يا سلام، الله 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 الله. هذه مشاهدين الكرام صاحبة هذا الشوط في المحلي الثاني. نعم، هذه من تسللت واحتلت المركز الأول. هذه التزام ناصر بن مسلم بن سالم النابت المري. نهني على فوزها وتحقيقها بناموس الشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني وصلت حربة لعبد الله بن جار الله آل بخيت النابت المري. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث الجذابة محمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي. المركز الرابع وصلت على المركز الرابع ود سعيد بن محمد بن سعيد النابت. المركز الخامس وصلت مرموقة محمد بن عبد الهادي الغيثاني المري. هذه نتيجتنا أيها الإخوة المتابعون في كل مكان.